أعشق القفطان المغربي لسبب، لأنه يعكس الهوية العربية والفتاة العربية المحتشمة الراقية. يعني دائما لا أحتار في أي مناسبة، عندما يكون عندي مناسبة دائما القفطان هو الخيار الأول بالنسبة لي. أعشق الأزياء العربية التقليدية، ما بالك لما تكون أيضا أزياء بهذا الرقي وهذه الفخامة وهذا الاحتشام الراقي غير المبتذل. فأعشق هذه الإطلالات، والقفطان المغربي جزء لا يتجزأ من الإطلالة المغربية اللي استطاع عفوا الإطلالة العربية الرائعة اللي استطاعت مش بس إنها تلقى محبة العرب، بل أيضا يعني العالم أجمع. خضت تجربة قبل عامين، كان أول مسلسل بدوي، كانت مشاركة بسيطة للتعرف على عالم التمثيل، لكن الآن بعد سنتين أخوض تجربة جديدة إن شاء الله. في شهر رمضان المبارك سيكون المشاهدين على موعد مع مسلسل جديد، مسلسل بدوي أيضا. تلقيت العديد من العروض سواء كان في السينما المصرية أو في مسلسلات خليجية وغيره، لكني كنت حريصة على أن لا أخوض تلك التجربة قبل أن أكون ناضجة 100%. وأيضا يهمني دائما السيناريو والنص، لأني أنا أعشق عملي كإعلامية، لكنني نوعا ما يعني ماخذ إجازة من الإعلام تقدر تقولي، لكن بنفس الوقت محبة للفن وعالم الفن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.